المنظر اللي قدامك ده عبارة عن الشكل التخيلي اللي بيجي في بالنا كلنا اول لما ودنا تسمع كلمة مخلوق فضائي، وكلنا بقى اكيد عارفين حوارات الفضائيين دي كويس، وانما بقى الكائنات المرعبة الغريبة دي بعيون سودة واسعة وراس كبيرة نسبيا، واللي بيبقوا ساكنين في كوكب تاني بقى بعيد عن كوكب الارض، وعندهم تكنولوجيا وحضارة متقدمة بكتير عن حضارة البشر. ده غير بقى السفن الفضائية بتاعتهم اللي بتبقى على شكل اطباق او صحون طائرة او اللي بتتسمى UFO، واللي عارفين انها بتيجي تزور كوكب الارض كل فين وفين كده، زي ما اتكلمت عن الحوار ده في فيديو الاطباق الفضائيه اللي ظهرت في الكويت لو كنت شفته يعني. المهم انها بتيجي تمسي على اهل الارض وتخطف لها كم واحد كده يعملوا لهم تجاربهم اللذيذه، وتسموا على كده المخلوقات الفضائيه، يعني من الاخر كده وبديهيا مخلوقات غير البشر من الفضاء. طب ايه رايك بقى لو جيت كده في الخباثه وقلت لك على نظريه هتغير وهتعكس كل المفاهيم اللي انت تعرفها عن المخلوقات الفضائيه او ما تسمى بالالينز وعن حقيقتهم، وهي نظريه تحت عنوان الرماديون. فمين هم الرماديون دول؟ وهل هم من سكان الارض ولا من الفضاء؟ وايه وصفهم وشكلهم عامل ازاي؟ والعلاقه السريه بينهم وبين الحكومه الامريكيه؟ وبرضه هل المنطقه 51 لها علاقه بالرماديون دول ولا لا؟ واخيرا ايه حقيقه وجودهم فعلا؟ كل الاسئله الجامده دي المفروض انت خارج من الفيديو تكون عرفت اجابتها، فخليك متابع لحد الاخر. ازيكم، معاكم عبد الله من قناه انفورميشن فور اول. مبدئيا كده لما اخذت اتاخرت في نشر الفيديوهات في الفتره الاخيره دي، وتاني حاجه برضو ما تنساش تعمل سبسكرايب جامد زي كده لو انت لسه جديد، وتالت حاجه ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما نبتدي، ويلا نبدا الفيديو. زي ما قلت لك من شويه كده وشفت في عنوان الفيديو، لقيتني بقول لك مصطلح غريب ممكن تكون اول مره تسمعه، وهو الرماديون. مين هم الرماديون؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده لازم اعرفك على نظريه بسيطه هتساعدك انك تفهم الحوار ده كويس، وهي نظريه جوف الارض او الارض المجوفه. نظريه الارض المجوفه دي عباره عن نظريه بتنص ان باطن الارض او جوف الارض مش منصهر، انما ده عباره عن عالم تاني خالص موجود تحتنا، مش تحتنا بالظبط يعني، انما ده على عمق ضخم مننا. ولو كنت اتفرجت على فيلم جودزيلا هتفهم اللي بقوله لك ده كويس. المهم النظريه بتقول كمان ان جوف الارض ده او باطن الارض ده كان الملجا الوحيد والامن للحيوانات العملاقه زي الديناصورات والماموث مثلا، اللي هي الحيوانات اللي احنا بنقول عليها انها انقرضت. بس بالنسبه لمؤيدين النظريه دي هي ما انقرضتش، انما اعداد كبيره منهم هربت لباطن الارض عشان سطح الارض كان مليان مخاطر وقتها كانت تسبب انقراضهم. ومن ضمن المخلوقات اللي هربوا في باطن الارض دول البشر، واللي هنسميهم دلوقتي الرماديون. دول عباره عن مخلوقات بشريه او مخلوقات بمظهر بشري، وده بسبب اعتقاد الناس انهم كانوا من البشر اللي هربوا لباطن الارض عشان ينجوا من الكوارث اللي كانت تؤدي لانقراض الحياه على سطح الارض. الكائنات الشبه بشريه دي بعضها بيمتلك جسم صغير اصغر من الجسم البشري، وبعضها بيمتلك جسم اكبر بشويه من الجسم البشري، بيمتلكوا راس كبيره وغريبه عن راس البشر، وعيونهم تعتبر عيون مرعبه، عيونهم واسعه وشفافه او لونها اسود، واطرافهم اللي هي ايديهم او رجليهم تبقى مختلفه بكتير عن اطراف البشر، بحيث بتبقى صوابع طويله وغريبه، وما عندهمش ودان، وجسمهم خالي من الشعر، ودايما بيبقوا ظاهرين بجلدهم قدامك كده اللي لونه بيبقى مايل للون الرمادي، وعشان كده تسموا بالرماديون. الرماديون دول بقى يا سيدي هم اللي كنا فاكرينهم مخلوقات فضائيه، انما دول طلعوا اصلا من سكان الارض، او بالتحديد من سكان جوف الارض. المخلوقات دي غريبة وبتقدر تتواصل عن طريق التخاطر، وبيقدروا يسيطروا على عقول البشر زي ما بنشوف دايما في الافلام اللي بتتكلم عنه، ولما بيبقوا عايزين يتغذوا بيتغذوا بطريقة غريبة ومختلفة عننا، وهي عن طريق جلدهم، بحيث جلدهم بيقدر يمتص المواد الغذائية من عليه، وبرضه الجلد هو اللي بيفرز المواد الغذائية دي، معرفش ازاي بس ما علينا. بس استنى، المعلومات دي كلها اتجمعت ازاي؟ وايه اللي حصل بالظبط خلى البشر يعرفوا بوجود المخلوقات دي؟ عشان نعرف اجابة السؤال ده لازم اعرفك على قاعدة سرية اسمها قاعدة دولسي. قاعدة دولسي السرية دي موجودة في مدينة دولسي او بالتحديد تحتها، والمدينه دي موجوده في الجنوب الغربي للولايات المتحده الامريكيه، عباره عن مدينه صغيره عدد سكانها اقل من 3000 نسمه، وفيها مطار صغير وحاجه على قد كده. بس النظريه بتقول ان المدينه دي ما هي الا عباره عن غطاء لمنشاه او قاعده او منظمه سريه ضخمه موجوده تحتها في بطن الارض، بيحصل فيها تجارب غريبه ومرعبه، وبتضم كائنات بشريه هجينه ومخلوقات غريبه وحيوانات متعدل عليها وعلى جيناتها، وفيها تقنيات متطوره مش موجوده فوق سطح الارض. ويا ريت محدش يفكر في اللي انا بفكر فيه دلوقتي. المهم تعالوا كده اعرفكم على الدلائل اللي استدلوا بيها على وجود قاعده سريه تحت الارض، ونشروا اللي شافوه ده مع العالم كله عشان يعرفوا حقيقه اللي بيحصل من ورا الناس او من ورا العالم كله. الدليل الاول الماشيه المشوهه. كان في جندي اسمه جابي فالدز، كان تبع شرطه نيو مكسيكو اللي فيها مدينه دولسي دي. الجندي ده صرح ان هو شاف حاجه غريبه ومرعبه، كان اول مره يشوف حاجه زي كده في حياته. بحيث هو بيقضي الخدمه بتاعته في المكان ده كان بيلاحظ تشوه غريب وملهوش سبب على الماشيه او الحيوانات يعني اللي موجوده في المنطقه دي، بحيث ان هو قال ان هو شاف بقره ميته كان جواها جنين، بس ما كانش طبيعي، كان عباره عن مسخ واخد شكل انسان على شكل ضفدع وقرد، وما كانش لاقي تفسير للي شافه ده، بالاضافه كمان ان هو شاف اجسام طائره مجهوله
في نفس الوقت ده تقريبا، ودي كانت من الدلائل الاولى اللي لفتت الانظار ان المكان ده فيه حاجه غريبه. الدليل الثاني جسم مضيء. كان في ضابط شرطه برضه في المدينه دي كان اسمه تيم اندرسون. الضابط ده صرح ان هو شاف جسم غامض تقريبا كان طاير في السماء، والجسم ده صدر منه ضوء نور المكان كله. واللي حصل وقتها ان تيم استخبى بين الصخور عشان خاف من اللي شافه ده. وقتها اعتقد ان اللي شافه ده له علاقه بوجود مخلوق البيك فوت، وان المخلوق ساكن في البلده بتاعتهم. الدليل الثالث واللي حب اديله لقب الدليل الاشهر من الدلائل دي كلها، واللي من خلاله العالم عرف اسرار كتيره كانت مستخبيه بواسطه الحكومه الامريكيه. اكتشاف الرماديون للمره الاولى. كان في مهندس اسمه فليب شنايدر، راجل غلبان كده على باب الله، اتولد في سنه 1947 وكان شخص دحيح ومجتهد ايام دراسته، لحد ما اتخرج بقى مهندس جيولوجي وفرحان بقى بالوظيفه بتاعته دي. بس اللي ما كانش يعرفه ان وظيفته دي هتبقى سبب ان العالم كله يكتشف سر كان مستخبي عنه. عمنا شنايدر ده قال ان هو كان شغال في شركه معينه، الشركه دي طلبت منه شغلانه معينه وهي ان هو يشارك في بناء قاعده عسكريه تحت الارض، بالتحديد في مدينه دولسي. وبما ان هو مهندس جيولوجي فوظيفته كانت ان هو يشوف انواع الصخور في المكان ده عشان يقدروا يحطوا المتفجرات المناسبه عشان يفجروا حوالي 4 حفر عميقه في المكان ده، ويوصلوا الحفر دي بقى كلها ببعض بواسطه انفاق تحت الارض عشان يبنوا منظمه سريه او منشاه سريه تحت الارض. المهم الشغل فعلا ابتدى، بداوا يفجروا الحفر ويعملوا انفاق تحت الارض على مستوى عميق، وكل ده كان ماشي طبيعي خالص، لحد ما في واحد من العمال وهو شغال عادي جاي يحط الديناميت ويفجر الحفر دي، لقوا ان الانفجار ده فتح فتحه على كهف تحت الارض. كان الكهف محفور قبل كده، محفور بطريقه دقيقه وكانه اتحفر بالليزر او ادوات متقدمه وحديثه بالنسبه للزمن ده. بس الغريب ما كانش ان هم لقوا الكهف ده بس، انما الغريب بقى ان هم لقوا مخلوقات بمظهر بشري لونها رمادي كانت موجوده جوه الكهف ده. وحرفيا كانت مفاجاه مرعبه للعمال وللمخلوقات دي. وفجاه المخلوقات دي طلعت اسلحه، كانت اسلحه غريبه ومتطوره. بداوا يضربوا العمال دول وتسببوا في مقتل 76 عامل وعسكري. عمنا شنايدر بقى كان في وسط المدعكة دي كلها وقدر يهرب بعجوبة هو واتنين كمان معاه، بس للأسف اتصاب بطلقة شعاعية في صدره. الطلقة دي نشرت الإشعاع في جسمه وسببت له السرطان بسبب الإشعاع ده، والكلام ده كله بناء على كلامه. من ساعتها بقى فليب شنايدر فهم إن في مؤامرة بتحصل، في عالم كامل موجود تحت الارض والحكومه الامريكيه مخبيه ده كله لاسباب تعرفها كمان شويه. المهم ان شنايدر ما سكتش وحب يفضح اللي حصل ده كله، وبدا يعمل محاضرات ويخاطب الناس ويعرفهم عن كل اللي حصل وعن الخطط والمعاهدات المرعبه اللي بتخطط بواسطه الحكومه الامريكيه مع الكائنات دي. فمثلا من ضمن كلامه ان في حاجه اسمها الميزانيه السوداء، ودي عباره عن 25% من الناتج القومي والمحلي الحكومه الامريكيه بتخصصه عشان تبني القواعد السريه دي تحت الارض. وبرده من ضمن كلامه في المحاضرات دي ان الحكومه الامريكيه عامله معاهده بين الرماديون دول اسمها معاهدة جريادة، وبكل اختصار كده المعاهدة دي بتنص على ان المخلوقات دي مسموح ليها انهم ياخدوا شوية من الماشية، سواء الماشية دي بقى كانت بقر او اي حيوان عامة يعني، وبعد كده يعملوا عليهم تجاربهم عشان يختبروا نجاح التجربة دي، وبعد لما يتأكدوا من نجاح تجربتهم دي يبدأوا يخطفوا بقى البشر عشان ينفذوا عليهم التجارب دي، بس بشرط ان الرماديون دول يعرفوا الحكومة على اسامي الاشخاص اللي هيخطفوهم دول قبل ما يحصل ده كله، وكمان اعداد الخطف ما تزيدش عن العدد الطبيعي. وكل ده كان في مقابل ان الرماديون دول يدوا الحكومة الامريكية اجهزة وتكنولوجيا مركبات فضائيه متطوره، والحاجات دي كلها بيتم تخزينها ودراستها في قواعد ومنشات سريه معينه زي اللي موجوده في المنطقه 51 كده، وبرده منشاه سريه زي اللي موجوده برده تحت مدينه دولسي. وفي كلام قريته برده ان الرماديون دول ما التزموش بالمعاهده دي، وبداوا يخطفوا اعداد كتيره من البشر زياده عن الحد الطبيعي، وده حرفيا كان مخالف للمعاهده، وبسبب كده ممكن تحصل حرب بيننا وبين المخلوقات المرعبه دي في يوم من الايام. ممكن تسال نفسك دلوقتي هم هيعملوا ايه بالبشر اللي بيخطفوهم دول؟ بص يا سيدي، الرماديون دول محتاجين يحافظوا على نوعهم من الانقراض، وعشان ده يحصل لازم يبقى عندهم البشر دول عشان يقدروا يدمجوا الحمض النووي بتاعهم بالحمض النووي بالبشر، فيتكون مخلوق هجين ما بين البشر والرماديون، وبكده يقدروا يحافظوا على نوع من الانقراض. تعالى كده بقى نرجع ورا شويه لحد ما نوصل لعمنا شنايدر. هو جرى له ايه بعد الكلام اللطيف اللي فضح بيه الحكومه الامريكيه؟ اكيد لازم الحكومه ترد على الكلام ده، بس تقريبا كده هم ردوا بطريقتهم الخاصه، بحيث في يوم من الايام صاحب فليب شنايدر ده لاحظ ان هو ما بقاش يشوفه بقاله اكتر من يوم، لحد ما شكوا ان في حاجه حصلت له، ودخلوا بيته واللي شافوه ان هم لقوا فليب شنايدر ميت بقاله حوالي اسبوع كامل، واتقال للناس وقتها ان هو مات بسبب سكته دماغيه، بس محدش مصدق الكلام ده، والكل شاكك ومتاكد ان هو اتقتل، وتقريبا كده كلنا عارفين مين اللي ممكن يكون السبب في مقتله، وبكده نقدر نقول ان شنايدر لعب دور كبير في اننا نعرف عن مخلوقات مرعبه عايشين تحتنا، واحنا مش حاسين بيهم، وغالبا اللي بيبدا يحس بكده ويمشي ورا دلائل وجودهم يا اما بيتخطف يا اما بيتقتل، وده هتعرفه لو اتفرجت على اي فيلم بيتكلم عن الكائنات الفضائيه او المناطق السريه زي المنطقه 51 كده.
في دليل لطيف كمان نسيت اقوله لك. الدليل الرابع اشارات غريبه. في دكتور فيزياء اسمه بول بينيفيتس كان راح مره يزور مدينه دولسي دي بعد ما سمع محاضره عن اطباق الطائره وتشويه الماشيه في المكان ده، وكان مقتنع بوجود شيء غريب فعلا في المكان ده. ولما راح هناك لقط اشارات جايه قريبه من مدينه دولسي، وافترض ان الاشارات دي جايه من تحت الارض وكانت طالعه بسرعه شديده، الهدف كان بعيد في السماء. دي كانت الادله اللي كانت سبب اننا نكتشف وجود المخلوقات دي. بس استنى، حابب اعرفك على حاجه كمان. انا لما كنت بكلمك على قاعده دولسي دي فانا كده يعتبر عرفتك على بوابه من ضمن السبع بوابات اللي على الارض اللي تعتبر مدخل لجوف الارض او العالم السفلي اللي بيسكن فيه مخلوقات غريبه منهم الرماديون. امال فين باقي البوابات التانيه دي؟ بص يا سيدي، اول واكبر منفذ لجوف الارض هي القطب الشمالي، بحيث ان هناك في فتحه بتقدر من خلالها توصل للمكان المرعب ده. ولو انت كنت اتفرجت على فيلم جودزيلا هتشوف المكان ده. وعندك بوابه كمان في الجزء المعاكس اللي هو القطب الجنوبي، تقدر من خلالها تخش المكان ده برضه. لو روحنا للمحيط الاطلنطي ودخلنا جواه شويه كده هنوصل لمكان كلنا سمعنا عنه، وهو مثلث برمودا. اهو ده بقى يا سيدي يعتبر منفذ العالم السفلي هو كمان. وفي برضه مثلث تاني ممكن ما تكونش سمعت عنه قوي يعني، وهو مثلث اسمه مثلث فرموزا، وده موجود في المحيط الهادي ويعتبر برضه منفذ من المنافذ. ولو بقى رحنا مصر بلدنا الحبيبه اللي تقريبا معظم اللي بيتفرجوا دلوقتي قاعدين فيها، فحابب اقول لك ان الهرم الاكبر بيعتقد ان تحته منفذ من المنافذ اللي بتوصل للعالم السفلي برضه. فنقدر نقول انا والرجاله رايحين نشوف المنفذ اللي تحت الهرم الاكبر ده. وبيتقال برضو ان في منفذ موجود في السودان. واخيرا المنطقه 51، ودي تعتبر من المناطق اللي بقت على لسان كل واحد اول لما بيجيب سيره المخلوقات الفضائيه. فالمنطقه دي هي كمان تعتبر منفذ من المنافذ اللي هتوصلك للعالم السفلي. نيجي بقى للسؤال المهم، ايه هي حقيقه وجود المخلوقات دي؟ قبل ما اتكلم ما تخافش، انا هسيب لك الحريه دلوقتي. بص مبدئيا كده دي تعتبر نظريه، وفي ناس كتير مؤيدين ليها وناس كتير بيكذبوها. بس لو دورت فعلا كويس وبتعمق الموضوع ده هتلاقي ان في فعلا حوادث اختطاف للبشر حصلت في اماكن مشبوه فيها ان فيها نشاطات غريبه زي اضواء في السماء او اطباق طائره في السماء وكلام من ده كتير. ده كمان في مشروع اسمه الكتاب الازرق ظهر في سنه 1952 بيتكلم عن المركبات الفضائيه المجهوله وتقريبا برضو كل ما له علاقه بالكائنات الفضائيه دي. وبعد كده في سنه 1970 كل حاجه كانت بتخص الكتاب ده انتهت ومبقاش حد يتكلم عنه تاني ولا عن المواضيع دي خالص، ومشروع الكتاب الازرق ده اتقفل خالص. كمان عايز اقول لك ما تنساش انك مسلم وبتقرأ قرآن عارف ان الارض سبع اراضي، وفي كلام كتير وتفسيرات كتير للسبع اراضي دي. ياريت بقى ما تشوفش اي هبد في الكومنتات عن الجزئية دي بالذات. وبرضو ما تنساش ان في مخلوقات اسمها يأجوج ومأجوج، ودول اللي ذو القرنين حبسهم ورا السد، وخروجهم هيبقى بامر من ربنا، وخروجهم هيعتبر علامة من علامات الساعة الكبرى. فهل دول يعتبروا من سكان جوف الارض برضو؟ الله اعلم. في النهاية احب اقول ان المخلوقات الفضائية دول وسكان جوف الارض والكلام ده كله يعتبر فيه جزء كبير يعتبر خيالي ومدموج بشوية حاجات حقيقية. فبصراحة انا هنا واقف في النص ما بين اني اصدق او اكذب، وحرفيا انا بقول لك انا سايب لك حريه الاختيار في ما بين انك تصدق او تكذب، انت بقى حر انت ودماغك. في نهايه الفيديو اللطيف ده بقى احب اقول لو انت وصلت فعلا لحد الدقيقه دي فانا بجد بحبك، انت شخص جامد مهتم فعلا ومتابع حقيقي ليا، فكمل جميلك بقى واعمل لايك جامد كده زيك يا اسطى. وما تنساش تشير الفيديو لاصحابك وتقولهم الحقوا فيه كائنات فضائيه فعلا يا رجاله، خش شوف الفيديو. وما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما انهي الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.